السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ الهزميري يونس، أستاذ مادة الإجتماعيات بالثانوية الإعدادية طارق بن زياد التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة العيون الساقية الحمراء. أعزائي المتعلمين، عزيزاتي المتعلمات، مرحبا بكم مجددا في مادة الإجتماعيات حصة التقويم الكتابي الأول الأسدس الثاني بالنسبة للسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي. بالنسبة للقدرات المستهدفة من هذا الامتحان، لدينا أولا مكون التاريخ، الاشتغال على وثيقة، ومن خلاله سنقيس القدرة على توطين أحداث على خط زمني واستثمارها. كذلك سنقيس القدرة على تحديد المصادر التي كان يعتمدها الخلفاء لحل مشاكل المسلمين. أما بالنسبة لمكون الجغرافيا، أسئلة موضوعية سنقيس من خلالها القدرة على استحضار المفاهيم والمكتسبات السابقة من استئناس واكتساب لمصطلحات جغرافية. كذلك سنقيس القدرة على التمييز بين وضعيات سكانية مختلفة، وكذا القدرة على حساب نسبة التزايد الطبيعي. أما بالنسبة للمكون الثالث، مكون التربية على المواطنة، سنشتغل على موضوع مقال، ومن خلاله سنقيس القدرة على أن يكتب المتعلم موضوعا مقاليا يتضمن الخطوات الأساسية لقياس مدى قدرته على صياغة موضوع مقالي يتضمن مقدمة وخاتمة مناسبتين وعرض يجيب من خلاله على المطلوب يتم تحديده بأسلوب مناسب، وأن يبرز من خلاله قدراته على النقاش وحسن الربط ما بين الأفكار. إذن بداية لدينا مكون التاريخ، الاشتغال على وثائق، معامل 7 نقاط. إذن كما تلاحظون على مستوى الشاشة لدينا جدول لفترة حكم الخلفاء الراشدون. لدينا عمود خاص بالخلفاء الراشدون وعمود خاص بفترة حكمهم بالسنة الهجري. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حكم الدولة الإسلامية من 11 هجرية إلى 13 هجرية. بعده حكم الدولة الإسلامية الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 13 هجرية إلى 23 هجرية. بعده حكم الدولة الإسلامية الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه من 23 هجرية إلى 35 هجرية. بعده حكم الدولة الإسلامية الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من 35 هجرية إلى 40 هجرية. لدينا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، حدد موضوع الجدول معامله 0.5 نقطة. السؤال الثاني، حدد الإطار الزمني للجدول ومعامله 1 نقطة. السؤال الثالث، حول الجدول أعلاه إلى خط زمني، علما أن كل 1 سنتيم على مستوى الخط الزمني تمثل سنة، معامله 3 نقاط. السؤال الرابع، استخرج من الخط الزمني الخليفة الذي تولى الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واحسب مدة حكمه، معامله 1 نقطة. بعده السؤال الخامس، اعتمادا على معارفك اذكر 3 مصادر كان يعتمدها هذا الخليفة لحل مشاكل المسلمين، معامله 1.5. إذا الآن سنمر إلى الإجابة. إذا مكون التاريخ، أولا مكون التاريخ. السؤال الأول كما أشرنا سابقا، أولا حدد موضوع الجدول. إذا السؤال الأول تحديد موضوع الجدول، إذا موضوع بمعنى نتحدث عن العنوان، عن ماذا يتحدث هذا الجدول، بطبيعة الحال فترة حكم الخلفاء الراشدين. إذا موضوع الجدول فترة حكم الخلفاء الراشدين.
إذن معامله نقطة صفر فاصلة خمسة نقطة. السؤال الثاني، حدد الإطار الزمني للجدول. إذن ثانيا الإطار الزمني للجدول من 11 هجرية إلى 40 هجرية. إذن من 11 هجرية إلى 40 هجرية. بالنسبة للسؤال الثالث، حول الجدول أعلاه إلى خط زمني. إذن هنا معامل نقطة واحد. بالنسبة للسؤال الثالث، سنقوم بتحويل هذا الجدول إلى خط زمني. إذن أول مرحلة سنقوم برسم خط أفقي سنقوم بإطالة هذا الخط ثم سنقسم هذا الخط اعتمادا على المقياس. كل واحد سنتيم على مستوى الخط الزمني تمثل سنة، بمعنى سنقوم بتقسيم هذا الخط إلى قطع، كل قطعة طولها واحد سنتيم. إذا الآن سنقوم بتمثيل السنوات، علما أن كل واحد سنتيم على مستوى الخط الزمني تمثل سنة. إذا لدينا 11 هجرية، ثم 13 هجرية، 15 هجرية، 17 هجرية، 19 هجرية، 21، 23، 25، 27 هجرية، 29، 31، 33 هجرية، 35. إذن توقفنا 37، إذن 38، 39، 40، 41 هجرية. بعده سنقوم برسم خط يوازي الخط الأول. العمودي بطبيعة الحال. ثم نقوم بإطالة هذا الخط الثاني. ثم نقوم برسم سهم استمرار الزمن. الآن سنقوم بتوطين الخلفاء أو فترات الخلفاء الراشدين. إذن بالنسبة لأول خليفة حكم الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من 11 هجرية إلى 13 هجرية. إذن 11 سننتقل إلى 13. إذن خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذن أبو بكر الصديق رضي
الله أعلم. ثم بعده حكم الدولة الإسلامية بعد وفاة أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب من 13 هجرية إلى 23. إذا لدينا 13، ثم سنقوم بتمثيل 23 هجري. إذن خلافة عمر بن الخطاب، إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك سنمثل الخليفة الثالث عثمان بن عفان، حكم الدولة الإسلامية 23 هجرية إلى 35 هجرية. إذن 23 إلى 35، إذن هذه هي فترة حكمه. إذن عثمان بن عفان، رضي الله عنه. ثم الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب، حكم الدولة الإسلامية من 35 هجرية إلى 40 هجرية. إذن لدينا 35، 40 هجرية، يعني منتصف القطعة محصورة ما بين 39 هجرية و 41 هجرية. إذن منتصف 0.5. ونقوم بكتابة اسم الخليفة علي بن أبي طالب. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بعد ذلك نقوم بتمثيل المقياس، بمعنى كل واحد سنتيم تمثل سنة. ثم بعد ذلك سنقوم بوضع العنوان. إذن عنوان خط زمني، نعم، إذن خط زمني لفترة حكم الخلفاء الراشدين. إذن هكذا نكون قد قمنا برسم الخط الزمني. إذن على مستوى يعني تقسيم النقط، 0.25 بالنسبة للعنوان، 0.25 بالنسبة للمقياس. على مستوى التمثيل خط زمني، لا خط السنوات ولا خط كذلك الموازي لخط الأحداث، 0.5. ثم بالنسبة لتمثيل الخلفاء الراشدين، كل تمثيل صحيح 0.5. إذن 1، 2، 3 نقط. الآن نمر إلى السؤال الرابع. إذن رابعا، إذن يقول السؤال: استخرج من الخط الزمني الخليفة الذي تولى الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واحسب مدة حكمه. إذن الخليفة، السؤال الرابع، الخليفة الذي تولى الحكم الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن من هو؟ إذن هو الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. دائما في نفس السؤال مطلوب حساب مدة حكم
الخليفة أبو بكر الصديق. إذن حكمت الدولة الإسلامية من 11 هجرية إلى 13 هجرية، بمعنى مدة حكمه للدولة الدولة الإسلامية يعني 13 هجرية ناقص 11 هجرية بمعنى سنتان. إذن السؤال الخامس، اعتمادا على معارفك اذكر ثلاث مصادر كان يعتمدها هذا الخليفة لحل مشاكل المسلمين. إذن بالنسبة للسؤال الرابع معامله نقطة واحدة. إذن السؤال الخامس، المصادر التي كان يعتمدها الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لحل مشاكل المسلمين. إذن أول مصدر هو كتاب الله عز وجل، إذن القرآن الكريم. القرآن الكريم. ثم كان يلجأ كذلك إلى مصدر ثاني وهو السنة النبوية. السنة النبوية. إذا لم يجد لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية يقوم باستشارة العلماء والفقهاء. إذن استشارة العلماء الفقهاء. إذن كل مصدر 0.5. وبالتالي سيكون معامل هذا السؤال نقطة ونصف. الآن سننتقل إلى المكون الثاني، مكون الجغرافية. لدينا أسئلة موضوعاتية معاملها 6 نقاط. أول سؤال، عرف ما يلي معامله نقطتين. إذن أول تعريف النمو السكاني. إذن النمو السكاني أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات ما هو إلا النمو السكاني هو تزايد عدد السكان بشكل متصاعد خلال فترة زمنية معينة. إذن نقطة. المصطلح الثاني التزايد الطبيعي. التزايد الطبيعي. إذن التزايد الطبيعي هو ماذا؟ الفرق ما بين نسبة الولادات وماذا؟ ونسبة الوفيات لمنطقة معينة خلال سنة واحدة، خلال نفس السنة، خلال نفس السنة. نقطة واحدة على مستوى التعريف. السؤال الثاني، إذن السؤال الأول، السؤال الثاني، نعم، أحسب نسبة التزايد الطبيعي في كل دولة من الدول الموجودة على مستوى الجدول. إذا لدينا خانة أو عمود خاص بالدول، عمود خاص بنسبة المواليد، عمود آخر خاص بنسبة الوفيات، وعمود خاص بنسبة التزايد الطبيعي. إذا لنحسب نسبة التزايد الطبيعي مثلا بدولة المغرب. إذا قلنا حسب التعريف هو الفرق ما بين نسبة المواليد ونسبة
الوفائز بمعنى 1.85% ناقص 0.48%، ويكون الناتج 1.37%. فرنسا نسبة التزايد الطبيعي بها، يعني الفرق ما بين نسبة المواليد ونسبة الوفيات، 1.25% ناقص 0.88%، ويكون خارج 0.37%. بالنسبة لألمانيا نفس العملية، ناقص 0.23%. كذلك مالي نسبة المواليد ناقص نسبة الولادات، خارج 3.41%. إذا معامل النقطة بمعنى كل إجابة صحيحة 0.25. اعتمادا الآن على الجدول، حدد وضعية التزايد الطبيعي بالمغرب. إذا وضعية التزايد الطبيعي بالمغرب، طب الحال القيمة، قيمة التزايد الطبيعي بالمغرب 1.37%، بمعنى أن هذه القيمة تشير إلى أن التزايد الطبيعي بالمغرب هو تزايد طبيعي متوسط. إذا نقول وضعية التزايد الطبيعي بالمغرب متوسط. لماذا؟ لأن القيمة أو نسبة التزايد الطبيعي 1.37% هي قيمة محصورة ما بين واحد في المئة، يعني أكبر أو يساوي 1%، وأصغر قطعا من 2%. نقول متوسط. اعتمادا الآن على الجدول، حدد وضعية التزايد الطبيعي بألمانيا. إذا وضعية التزايد الطبيعي ألمانيا، نعم، قيمة نسبة التزايد الطبيعي بألمانيا ناقص 0.23، ونقول أن التزايد الطبيعي بألمانيا ضعيف. إذا ضعيف. إذا وضعية ضعيف. لماذا؟ لأن لدينا نسبة التزايد الطبيعي كم بألمانيا؟ ناقص 0.23. إذا ناقص 0.23، وهي قيمة أصغر قطعا، إذا أصغر قطعا من ماذا؟ من 1%. إذا بالنسبة لسلم التنقيط 0.5 نقطة، ثم 0.5 نقطة. السؤال الثالث، أعزائي المتعلمين أعزائي المتعلمات، أجب بصحيح أو خطأ ثم صحح العبارة الخاطئة، معامله نقطتان. ساهم التقدم الفلاحي في تناقص عدد السكان، إذا العبارة فهي عبارة خاطئة، والتصحيح نقول ساهم التقدم الفلاحي في تزايد عدد السكان. العبارة الثانية، في المناطق الصحراوية تكون الكثافة السكانية كبيرة. إذا بطبيعة الحال عبارة خاطئة، ونقول كتصحيح في المناطق الصحراوية تكون الكثافة السكانية قليلة جدا. العبارة الثالثة، تتميز الدول المتقدمة بتزايد طبيعي ضعيف، عبارة صحيح. يعتبر التقدم الطبي عاملا مفسرا لنمو السكان، بطبيعة الحال عبارة صحيح. إذا كل إجابة صحيحة، إذا 0.5. الآن سنمر إلى مكون التربية على المواطنة، ولدينا موضوع مقالي معامله 7 نقط. إذا نص الموضوع يقول: ينقسم التسامح إلى عدة أنواع مختلفة الخصائص، ويعتبر من أهم القيم الحقوقية في العالم. اكتبي موضوعا مقاليا من مقدمة عرض خاتمة موضحا فيه ما يلي: مفهوم التسامح، أنواعه وبعض خصائصه، رأيك الشخصي حول قيمة التسامح. كما هو معلوم أن الموضوع المقالي
يجب أن نحترم فيه الجوانب الثلاثة. أول جانب اللي هو الجانب المنهجي، ثاني جانب اللي هو الجانب المعرفي صحة المعلومات وانتقاء المعلومات الصحيحة، ثم الجانب الشكلي. بالنسبة للجانب المعرفي فهو يتضمن مقدمة بمعنى جملة استفتاحية مناسبة مع طرح الإشكالية، والإشكالية هي مستقاة من ما هو مطلوب على مستوى نص الموضوع مع وضوح التصميم، ثم كذلك خاتمة مناسبة تعبر فيها عن رأيك الشخصي حول أهمية التسامح. على مستوى الجانب المعرفي يجب انتقاء المعلومات الصحيحة وكتابتها على مستوى العرض الذي يتضمن الجواب عن الإشكالية التي تم طرحها على مستوى المقدم. مثلا مفهوم التسامح باعتباره قيمة إنسانية وأخلاقية نابعة من السماحة، وهو التجاوز عن أخطاء الآخرين ومقابلة الإساءة بالإحسان والعفو وحب الخير، كما يعتبر التسامح مبدأ من مبادئ الديمقراطية. من أنواع التسامح هناك التسامح الديني، مثلا من بين مظاهره التعايش بين الأديان، حرية ممارسة الشعائر الدينية. ثانيا التسامح العرقي والجنسي، ومن مظاهره احترام مبدأ التنوع البشري ناهيك عن التخلي عن الميز العنصري. ثالثا التسامح السياسي، ومن بين مظاهره نهج مبدأ الديمقراطية، كذلك عدم التعصب الحزبي. أخيرا التسامح الفكري، ومن بين مظاهره أدب الحوار والتخاطب وعدم التعصب للأفكار الشخصية. وأخيرا هناك الجانب المنهجي، بمعنى لابد أن تكون اللغة اللي هي لغة سليمة وتعبير اللي هو سليم، وأن يكون شكل التقديم الموضوع المقالي شكلا يعني صحيحا إلى آخره. إذن إلى هنا أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أشكركم على حسن إصغائكم وتتبعكم، شكرا لكم.